أصدقائنا، سابقا عرضنا لكم فيديو كيفية إطعام طيور النورس في بحيرة سيفا. في هذا الفيديو سنعرض لكم كيفية إطعام البط في دليجان وتحديدا في منطقة بحيرة بارز. اوكي تابعونا. هاي فوق زيدك. خذي باتي. ايش بدك هذه ركبت عليه؟ باتي. يا اوف كايل. يا سائحاتنا يقومون بإطعام البط. أم هبة أخذي خبز طعمه. يلا فاتي آري. يلا لحظة. برافو. وهكذا قمنا بإطعام البط. اوكي باي. يلا.